المشكلة كانت بالانسحاب وهو فشل المفاوض. القاعدة كانت وفية، القائد هو سماحة السيد رسم كل البرنامج، لكن المفاوض الذي بعد ما انتجوا له لاية 370 كان فاشلا. فاشلا أنت مشرعه؟ لا لا ما أصر، لا صدري لا ما أسوء الظن بهم، مو واحد ولا اثنين ولا ماشي. إذا ما سيد مقتدى عادة بالتيار الوطني الشيعي إلى الانتخابات، تعتقد هذا الانقطاع وهذا الانسحاب سيكلفه كثيرا في قواعده؟ لا لا لا، أولا قاعدة الصدرية القاعدة الوحيدة التي هي لا تقل، تزيد ما تقل، لم تتأثر لم تتصدع، تزيد ما تقل، الوحيدة ده تزيد ما تقل. هذا واحد. اثنين، شوف هسه اليوم من تتكلم عن قانون انتخابات، البعض يعدل، البعض انتخابات مبكرة كذا، الصدريين او سماحه السيد مقتدى الصدر عز الله يستطيع ان يحرك السارع الصدري خلال اسبوع واحد ويشركهم بالانتخابات يجيبون فد شيء، وعدهم طاعه، فبالتالي عندما حتى لو ما يصير القانون دوائر. شنو السر بهذا؟ لا شيء كثير، مو واحد اثنين. اولا هو ابن المرجع السيد الشهيد الصدر الثاني، وهذول اتباع ومقلدين، على الرغم كثير منهم اصفار بالعرم بس عمرهم ما مألوف. اي هم ما مألوف، هم بيت الصدر محبوبين، يعني هم بيت الصدر محبوبين. شوف التاريخ. ليش ما ظليت وياهم؟ ها؟ ليش ما بقيت وياهم؟ انا اختلف سياسيا، انا لازل الصدري وسماحه السيد اخ عزيز وكبير ومحل احترام وطاعة. تختلف معهم سياسيا؟ فقط ما يعرفون يشتغلون سياسه صدريه، ولا اتمنى اعمل وياهم سياسيا مره ثانيه. ما يعرفون يشتغلون سياسه؟ طبعا هو سماحه السيد ما يشتغل بيده، يوجه. اي الادوات لم تكن موفقه. المقرب له الكل؟ لا بصورة عامة لا، بعض الأدوات جيدة جدا ومحترمة وجابت نتائج. بس جلت مقرب يعني كل شيء. أجي أتكلم بصراحة، يعني لما يعني حتى لا يقولون عن مثلا الشيخ وليد الكريماوي عقل انتخابي، هو رسم خارطة كبيرة وجاب هذه المقاعد، وعندهم شخصيات سياسية، لكن مرادها لا تدري هذا الشخص يبتعد، هذا يقترب، هذا كذا، المرحلة تتطلب كذا يعني ناس. ولذلك قلت لك قبل قليل 73 مقعد الانسحاب وبسبب المفاوض الصدري لم يقرأها قراءة صحيحة. سماحة السيد يعني عبر مسؤوليته ودعم لأول مرة يدعم الانتخابات بهذه القوة. زين، نجح الإطار في إقصاء السيد الصدر؟ شوف أقول لك شيء واحد، هي معركة كانت ومعركة قوية، لازم واحد منهم ينتهي سياسيا طبعا أو يحجم سياسياً. الكرة أو المؤشرات أو كل شيء يعني في لحد آخر ساعة كانت لسماحة السيد، لكن الخطأ أصلاً ما أقدر أقول خطأ، خاف يزعلون الأخوان، لكن أنا الانسحاب هو كان إعطاء إعادة الحياة للإطار. الانسحاب هو إعادة الحياة للإطار، ولذلك أقول لك بكل صراحة قبل الانتخابات تسمع الإطار، وما كان أكو شيء اسمه إطار، ترى حتى الصدريين يعني صدريهم جزء. لا كان أكو إطار ولا ثلاث معطل. لا لا لا، هو حتى الصدريين كانوا جزء من الإطار. هذا كل كبيرة أول مرة كنت تسمعها. أي هو شنو الإطار؟ هو الإطار اجتماعات القوى الشيعية، تنسيق مواقف. أي ولذلك اسمه إطار. تمام، ما يأخذ بالجوهر، ماكو خلاف. ولما حقيقة فاجأوا القوى الأخرى عندما جاءوا الصدريين 73 مقعد وبعدين التحالف الثلاثي، وسمعت السيد قبل الانتخابات تذكر كان يقول حكومة وحدة وطنية وكذا، فبالتالي حكومة وحدة وطنية تأتي من سنة وكرد يشتركون وياك، فعند التحالف الثلاثي ودخول سماحة السيد بمظاهرات أو الصدريين إلى المنطقة الخضراء صار نوع من المواجهة. يعني الصدريين نعم أقوياء، لكن الجماعة تدري معهم لا زال بقايا الدولة الكاظم ذلك كل الوقت على الرغم موجودة، لكن أكو موجودة الدولة. لذلك كان يعني تذكر كيف كان يتعامل سماحة السيدة أو الصدريين مع قوى الإطار، وكان يشرط بعض الشروط وتعال فلان وتعال كذا، لكن انسحابه حقيقة هو أعطى الحياة إلى الإطار، و ممكن بعض الأطراف أرادت تنتقم بعد تشكيل الحكومة، بعضها وليس جميعها.